يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يوما فارتج عليه في القراءة فلم يرد عليه أحد، فلما سلم سأل أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يقول هل ارتجاج القراءة عليه عليه الصلاة والسلام فيه تعارض بين قوله سبحانه سنقرئك فلا تنسى؟ لا، هذا شيء عارض، هو شيء عارض، وهذا أيضا لحكمة من الله. الرسول كان يسهو في الصلاة لأجل حكمة، لأجل يعلم الناس إذا سهوا ماذا يعملون، يرتج عليه بالقراءة لأجل يعلم الناس ماذا يفعلون إذا انغلق على الإمام. نعم، التشريع. نعم.